حكم الوضوء داخل الحمام وفي الحمام مرحاض أو ما يسمى كرسي أفرنجي أو بيدي، وحكم الأذكار، أذكار الوضوء والتشهد وذكر الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، ينبغي أولا بعد قضاء الحاجة أن يسكب الماء بحيث يزيل آثار النجاسة تماما، ثم بعد ذلك يغلق هذا البيدي أو هذا الكرسي الأفرنجي، يغلقه إلو إغلاق، يغلقه، ثم بعد ذلك يتوضأ ويصبح هذا المكان لا حرج في ذلك إذا توضأ وذكر الله سبحانه وتعالى.